كيف يعرف من أخذت هذه الصورة؟ هذه الصورة تحكي لنا عن كارثة حلت الشهر الماضي بالمدينة اللي هي اسمها لا. مش هنختلفوا على أنها كانت كارثة طبيعية، لكن في من وراها كوارث أعظم بسببنا نحن البشر. قصدي كوارث الفساد والإهمال وسوء الإدارة. خلوني نرجع بيكم 12 سنة للوراء، عندما حلم النبيون بأن بلادهم ستصبح مثل دبي، أو كيف ما يقولوا باللهجة النبية المحلية نبغوا ليبيا زي دبي. وهذا الحلم لم يكن مستحيلا في وقتها. ليبيا 2000 كيلومتر عن البحر المتوسط، أكبر احتياطيات النفط في قارة أفريقيا، عدد سكانها قليل، 88% منهم متعلمين، متوسط الأعمار فيها 76 سنة. طبعا هذه مش إحصائيات، هذه إحصائيات الأمم المتحدة عام 2011. أكيد بعضكم مستغربين الآن من هذه المعلومات، لأني لو سألتكم قبل مسابقة 3MT إيش تعرفوا عن ليبيا؟ متأكد أن معظم الأجوبة حتكون كالتالي: نفط، صحراء، قبائل، القذافي، الكتاب الأخضر، صح؟ لكن السؤال الآن، ماذا فعل القادة الليبيون في بلادهم بعد القذافي؟ هذا هو السؤال الرئيسي. وتخيلوا أن المجتمع الليبي اللي قيل عنه أنه قبضي ولا يعرف ما هي الانتخابات لمدة 48 سنة، نجح وعقد انتخابات حرة ونزيهة، فرح بها الليبيين وكأنه عرس. ناس تغني في الشوارع، موسيقى في كل مكان، وأنا شفت بعيني ناس تذبح في جمال وتوزع لحم. لكن للأسف إلى أين ذهبت أصوات الليبيين؟ أنا سأجيب. في بحثي تتبعت مسار الأحداث التاريخية لأهم القرارات والقوانين الصادرة عن البرلمان الليبي، من أول ما انتخب في يوليو 2012 وحتى دخلت البلاد في حرب أهلية شاملة عام 2014. وخلصت في بحثي لأن أصوات الليبيين ذهبت إلى قادة قمة في الفشل. بدل من يجعلوا من ليبيا مثل دبي، جعلوها لا كهرباء ولا مي. وأنا لا أعرف الصراحة لماذا دائما السياسيون الفاشلون يلقون باللوم على الآخرين، ولا تجد على لسانهم إلا كلمة مؤامرة خارجية. إلى أن اكتشفت في بحثي بأن المؤامرة الداخلية اللي نفذها القادة الفاشلون هي أشد خطر. وكما بدأت أختم معكم بهذه الصورة. فبهذه الصورة ليس فقط بيوت ومباني مدمرة، هذه الصورة شاهد على ضياع أحياء آلاف من الناس بسبب قيادة فاشلة. لو كانت القيادة ناجحة، كم روح كنا ممكن نوقف؟ كم حلم كان ممكن يتحقق؟ فوصيتي الأخيرة ليكم أيها السادة والسيدات، اختاروا قادتكم بعناية، أو على الأقل اعرفوهم وين هم ماشيين بهم، لأن لو عملتوا مثل ما عملوا الليبيين وتركتوهم هتندموا يوم لا ينفع. والسلام عليكم.